السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الدرس. سوف نتعرف على التحميل، طريقة تحميل لعبة كلاش أوف سلام. كل ما نحتاجه هو الذهاب إلى الرابط الذي سوف أضعه أسفل الفيديو وتحميل مباشرة. بعد التحميل سوف يطلع الأيقونة بهذا الشكل، قم بفتحها، نقر عليها مرتين وانتظر لحين ما يتم تثبيت التطبيق. بعد التثبيت سوف تذهب إلى الألعاب، سوف تجدها هنا، وسوف نتعلم طريقة عمل الموضوع أو سيم كما تلاحظون. أولا نذهب إلى سوق بلاي، طبعا لن تجدون هنا، سوف تجدون قائمة بحث في هنا، تضغط عليها ثم تكتب أي كلام تنتقل إلى سوق بلاي. طبعا بعد كتابة كلمة السر في البريد الإلكتروني تدخل إلى سوق بلاي، ثم تقوم بالبحث عن تطبيق هذا، سوف أضع اسمه أسفل الفيديو، ثم تضغط موافق. سوف تلاحظه أول واحد، افتحه وثبته على الجهاز. بعد التثبيت سوف يطلع لديك الشاشة السوداء، ولكنه هو يشتغل، ولكن الخلفية لا توجد خلفية. سوف تذهب إلى هنا أحباب الله، ثم تذهب إلى هذا اللايف مدر إيشو، ثم تنزل إلى أسفل قليلا، سوف تلاحظ هذه، ثبتها أو أي موضوع يعجبك افتحها، ثم تقوم بتحت هنا تحديد الخلفية. هنا أنواع الخلفيات التي تريدها، مثلا سوف أعطيكم هذا النموذج، ثم تضغط هنا، ثم تقوم بالذهاب إلى لاحظه، ولكن لا تغير اللغة، اترك اللغة العادية، لا تغير على اللغة العربية، سوف يصبح مشاكل. إذا نبدأ بلعب لعبة كلاش. سننتظر قليلا، سوف تعيد التشغيل مرة ثم سوف تشتغل. لاحظ قد اشتغلت معي. طبعا توقف البرنامج عن العمل وقمت بإعادة تشغيله، ولكن لا تزيد، لا تغلقه من هنا، افتحه مرة أخرى، بس مرة واحدة ثم سوف تشتغل معك اللعبة. هنا إن كنت تريد تسجيل الدخول حساب جوجل أو حسابك إن كنت تلعب معه. والسلام عليكم ورحمة الله.